السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الإضاءة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. استاذنك عم الشيخ، سؤالين، سؤال بس من شقين يعني. تفضل. شراء فيزا عامل منزلي لاحد الدول العربيه، الكفيل انا مش هشتغل عامل منزلي، هشتغل مثلا معلم كده دروس او اي شيء، بس الكفيل هياخد نسبه من المال، هل تعد النسبه دي رشوه حتى لو انا طيبه نفسي بها؟ أنا خاف من لعنة الرشوة يعني. كلمنا على الهاتف الخاص. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو تكرمت فضلتك سؤالين بس. سل. لو واحد قبل ما يحج كان بينه وبين شخص تاني معاملات مادية، نعم، وقال له يعني كان عليه فلوس وله مثلا قطعة أرض مع شخص تاني، فقال له أنا هتصافى لا ليا ولا عليا عشان أروح أحج، هل ينفع يرجع في الكلام ده ولا ما ينفعش؟ والله يعني مش عارف القضية، يعني هل كان عاجز عن استرداد حقه؟ لا، هو ده، هو كان عليه مبلغ بسيط وله عند التاني يعني حاجه يعني اكبر من ايه من المبلغ اللي عليه، بس هو كان مش يعني عايز يلغي الاتفاق او عايز يتراجع فيه، فقال له لا ليه ولا علي، يعني مش عايز منك حاجه ولا لي عندك حاجه. عندنا حديث الرسول عليه السلام: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه، يكره له ذلك، يكره. طب سؤال تاني. نعم. لو تكرمت، كان في نزاع ما بين الام وبين الاخ الاكبر، نعم، على اموال من الميراث، نعم، الام متحيزه للاخ الاصغر، هو مش صغير يعني عنده 35 سنه ويعمل في الدول في دول الخليج يعني، فانا كان لازم اشهد شهاده حق ان هم استلموا فلوسهم، الجميع استلم فلوسه، وده كان قدامي. الشهاده دي كانت هتخسرني والدتي وجزء من الايه المنحازين ليها، وده حصل، فهل انا علي اسم ان هم قاطعوني؟ لا، ليس عليك اسم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، لا يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. بس جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز اخراج زكاة الفطر مال؟ لا طب انا والدتي معترضة معايا خالص في القصة دي وبنصحها. خلاص اخرج عن نفسك، هي معترضة خلاص تتحمل الاثم من نفسها، وانت اخرج على وفق السنة. 3 كيلو رز، 3 كيلو الا ربع رز، يعني الامر سهل. 3 كيلو الا ربع. شكرا جدا. الله يسلمك. مريم بنت عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا شيخ حمدي، تفضل. عبد الرحمن بارك الله فيك. تفضل. نرجو توثيق هذا السند. تفضل. زياد ابن أيوب، يزيد ابن هارون، الوليد ابن جميل، القاسم ابن عبد الرحمن، عن أمامة الباهلج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا الحديث فيه ابن أيوب، يزيد بن هارون، الوليد بن جميل، القاسم بن عبد الرحمن، أيوة، عن أمامة الباهلي. عندنا القاسم أبو عبد الرحمن، هذا الذي يروي عن أبي أمامة الباهلي. كثيرا ما يأتي بغرائب، كثيرا ما يأتي بغرائب، وقد وصف بعض العلماء هذا الحديث بالغرابة. وكذلك الوليد بن جميل ينفرد أحيانا بزيادات لا يتابع عليها، وتراجع ترجمة زياد بن أيوب أيضا. في الجملة الحديث ضعيف، ووسم بأنه غريب لأجل القاسم بن عبد الرحمن. القاسم يأتي بغربات كثيرة عن أبي أمامة الباهلي، هو صاحبه، لكن يأتي بغربات كثيرة عنه. ولكن أيضا السند فيه الوليد بن جميل أيضا ينفرد أحيانا بزيادات لا يتابع عليها، وزياد بن أيوب تراجع ترجمته. والحديث الثاني علي بن محمد وكيع، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، عن أبي خزيمة. لا، نصر بن مرداس. عفوا، السند الثاني علي بن محمد صدوق التنافسي. نعم، يروي الحديث عن وكيع، وكيع ثقة. عن نصر بن مرداس. أنس بن سيرين ثقة. أنس بن سيرين عن من؟ عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك. وأنس بن مالك عن رسول الله وعن واحد آخر؟ عن رسول الله. أعد السند يا حبيبي. علي بن محمد، أيوة التنافسي صدوق. أيوة. نصر بن مرداس. نصر بن مرداس أحتاج أراجعه. نصر بن مرداس أحتاج مراجعته في كلام بعض. وكيع بن الجراح. لما وكيع ثقة، كل الباقون ثقات. يعني الإشكالية في نصر بن مرداس. مراجعة نصر بن مرداس. يراجع حال نصر ابن مرداس. بس في هل كنيته ابو خزيمة ولا غيره؟ نعم، كنيته ابو خزيمة. انت تقصد حديث اسم الله الاعظم ولا تقصد شيء اخر؟ هو معلول. هذا ضعيف. معلول. معلول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، حضرتك كان عندي سؤالين. اتفضل. السؤال الاول: حكم بر الوالدين في الامور الشخصيه، هل للولد الابن الحريه ولا يجب طاعتهما؟ على حسب المساله. على حسب المساله. تمام. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم مصطفى، تفضلي. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بخير وعافية. شيخ مصطفى، بالنسبة لزكاة الفطر، أنا كنت شفت حضرتك فتوى بأن لازم نخرجها أكل أو رز، كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام: صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من طعام. نعم، إذا كنت في بلد أرى فيها مثلا أن هي بلد ما فيش فيها فقراء بالشكل اللي يحتاجوا فيه دوت، وانا عايزه اوديها لبلد اهل امي في مصر مثلا،
كلنا يعني كل عيلتي بلم الفلوس ونوديها لمصر مثلا او اي اي بلد ثانيه عشان هم يشتروا الرز، فهل ده ينفع؟ ينفع بس ترسليها مبكره حتى تصل الى مستحقيها قبل نهاية يوم العيد. قبل العيد بيومين ثلاثة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. مها عبد الوهاب وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. يدينا. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ بالنسبة لقول رمضان كريم فأنا عندي تعليق عليه يعني كده، فيا ريت حضرتك تديني فرصة يعني أتكلم حضرتك وتقول لي يعني صحيح ولا غلط يعني لو سمحت. هم ما مراد الناس بقولهم رمضان كريم؟ يعني لا اعتبار مراد الناس، لا اعتبار يعني ان الشخص يكون كريما في رمضان. ينبغي ان تكون رد عليها لو سمحت، يعني حد ما تقول له رمضان كريم فبرد عليك اقول لك الله اكرم، صحيح؟ هو ما فيش المعنى صحيح، يعني رمضان كريم معنى كون كريما انت في رمضان والله اكرم مني ومنك. لا اصل انا كنت فاهمها باسلوب ثاني، كنت فاهمها حضرتك ازاي يعني كنت يعني ما الله اكرم، فانا فكرت اللي فيه اسلوب قدم على سائر الشهور ايضا بما فيه من الفضل وما فيه من اجر القيام واجر الصيام واجر تلاوه القران. نعم. يعني كريم هنا مقصود نحن يعني. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. صحيح. وصفت الكتاب بانه كريم، رساله سليمان انه رسالة كريمة. صحيح. نعم، تقول شهر كريم، يوم كريم، صباح طيب، أشياء زي كذا ما فيش فيها مشكلة إن شاء الله. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا شيخ. تفضل. عايز أسألك سؤال يا شيخ إذا في مجال. تفضل. شيخ في يوم من الأيام سمعت أختي كانت تقول إنه في واحد بصدفه ماشي طلع له عفريت كان مش حافظ قرآن صار يحكي طلع البدر علينا، فأنا ضحكت. عفوا عفوا، ماذا قيل؟ طلع البدر علينا. ايوه. فأنا ضحكت، هل في عليه اسم؟ لا ما انا فاهم. قاعد السؤال. في يوم من الايام كنت انا بطلع على التلفاز سمعت نكتي كانت تقول انه في واحد هو ماشي في الشارع شاف عفريت فكان يعني لا يحفظ قرآن فصار يحكي العفريت طلع البدر علينا، فأنا ضحكت، هل في علي إثم؟ أنت ضحكت جبلة كذا ولا ضحكت سخرية من الدين؟ لا ضحكت هيك يعني هيك عشان نكت بالغلط، ضحكت هيك. أنا لما مستغفر الله ولن إن شاء الله ما دمت لم تتعمد إهانة دينك لا تأسم، لكن استغفر الله أيضا. شكرا. معاوية الفارسي بارك الله فيك، كيف أتأتى معاوية الفارسي؟ شيء غريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وليك. عايز أسأل بخصوص دخول الحائض المسجد وحديث أم عطية وليعتزل الحيض بالمسجد المصلى، فالجمع ما بينهم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في المسجد؟ لا في المصلى. أيوه، إذا وليعتزل حيض المصلى ليست هي متعلقة بالمسجد إنها متعلقة بالصلاة نفسها. أن النبي كان يصلي العيد في الفضاء. نعم. صح كده؟ نعم. إذا قوله وليعتزل حيض المصلى يعني الصلاة هنا في هذا الباب، لأن النبي لم يكن يصلي العيد في المسجد. نعم. اندفع الإشكال. يعني يجوز دخولها. ده في اختلاف الجمهور على المنع، بس انا اختار العلماء القائلين بان المسجد اذا كان لن يلوث فلا باس. جزاكم الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ حالي طيب الحمد لله والشكر لله. لو سمحت انا بستفتيك، انا وقعت في ذنب كبير. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والاخره. لقد خبطت لي ابنه عم كنت احبها وخبطت على زوجها ومن ثم تطلقت وتزوجتها، والان اشعر بالذنب مما فعلت واتوب الى الله، فماذا افعل؟ لو سترت على نفسك وكان السؤال في الخفاء كان افضل. ما في الا الاستغفار الان، ولا تعالج الغلط بغلط اخر. طب اعمل ايه؟ يعني تزوجتها دلوقتي
خلاص إذا كان يمكنك بدون مفسدة أعظم أن تطيب خاطر زوجها أو تطلب منه العفو إجمالا، العفو إجمالا بلا تفصيل، بلا تفصيل، قل له يعني أرجوك أن سامحني، قد أكون أسأت إليك، أرجوك المسامحة، وتستغفر الله وتعمل عمل صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. كمل كمل رد السلام كما سمعت. أنا حاليا أنا في ثانوية عامة ومش عارف نذاكر، إيه يا شيخ مصطفى؟ الله يسر عليك وعلى إخوانك وعلى أولادنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات، كل أمر عسير. ربنا ينجحنا يا رب. يا رب يوفقنا وإياك. شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كلنا نحب مصطفى، والله حبك الله الذي احببتنا فيه. والله احنا من نظف الجامعة دلوقتي عشان رمضان وكده، عايز حضرتك تدعينا والله يا شيخ مصطفى. الله يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد يا رب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت كل سنة أخرج زكاة مالي، كنت بحسبها أيوة. على نصاب الفضة. طيب. بحيث إنه أفضل للفقير وكده. نعم. لكن يعني بعد كده أنا كنت بدأت أشتري بفلوس ذهب، سواء ذهب 24 او عيار 21، وربنا اكرمني الحمد لله، يعني بدات في شغل اللي هو بقبض بالدولار وكده يعني. فانا مش عارف يعني، انا مش فاهم كلامك يا اخي الكريم، وضح كلامك. يعني هل يعني فلوسك الموجوده الان في صوره ذهب؟ في صوره ذهب ودولارات. الذهب اخرج زكاته ذهب على نصاب الذهب، لسه ما وصلش النصاب، ما تضم اليه الدولارات. يعني انا كده يعني انا كده حنسى الفضه، يعني كده هظبط اموري على النصاب الذهب. يعني انت رجعت بخلت ولا ايه؟ مش عارف. المهم الان اذا ضممت الذهب الى الدولار وصل المبلغ النصاب ام لا؟ انا اقصد نصاب الذهب اللي هو الخمسه. انا فاهم نصاب. فاهم. إذا أنت ضممت الذهب الذي معك على الدولار، هذا وذاك لم يصل الآن، لم يصل يعني كلاهما معا. لم يصل كلاهما معا، لا يصل يعني. خلاص، إذا ليس عليك زكاة إذا اخترت أنك ستبني على نصاب الذهب، لكن لست بالكريم. طب أنا اسمه إيه؟ لست بالكريم. طب انا طب ازاي احسبها على نصاب الفضه؟ ما هو ذهب يعني، ازاي يعني؟ انا مش فاهم. طيب انا لو عايز احسبها على نصاب الفضه احسبها ازاي؟ طيب تقريبا 598 598 جرام من الفضه، يعني 600 جرام من الفضه تقريبا. انا عايز يعني، انا اقصد يعني انا لما اجي احسبها دلوقتي على الفضه، هو الذهب ده هركنه على جنب يعني؟ الذهب هركنه على جنب ولا احسبه من ضمن النصاب؟ انا مش، لان ده ذهب حاجه، ده ذهب. وانا هتبني على الدولار، هزكى على الدولار حينئذ. انت تقصد تقصد الدولار. تمام. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. السلام. انت طيب؟ انت بألف صحة وألف سلامة يا أخي. لو سمحت يا شيخنا، هي الكنية سنة عن النبي؟ نعم، الرسول كنيته أبو القاسم، وأصحابه أبو بكر كنية، واسمه عبد الله بن عثمان، وعمر كنيته أبو حفص، وعائشة عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية، قال: تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى بعبد الله بن الزبير. ولو سمحت يا شيخنا، ممكن حضرتك تختار لكنيا كده؟ ابو عبد الله، ابو عبد الرحمن، بلاش دول يا شيخنا، ممكن اختار. حاضر. ابو محمد، ابو احمد. ماشي يا شيخ. ابو ابراهيم. ماشي.
ابو حسن ابو حسين ماشي حسب بلدك اسمه ايه. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. معلش ليا استفسار عند حضرتك وسؤال بعد إذنك. اتفضلي. استفسار زوجي لما بيبقى مثلا عنده معلومة والمعلومة مثلا بتبقى صحيحة سمعها من حضرتك من مشايخ مثل حضرتك بيحاول يوصلها لكل الناس اللي حواليه بس عن طريق هجومية شوية. فليس حضرتك مثلا ما توجه له نصيحة. أوجه لنفسي وللمسلمين والمسلمات نصيحة متمثلة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكذا أوجه قول الله تعالى، أوجه إلى قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. و السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. عايز أعرف مبطلات الوضوء يا شيخ. كثير مبطلات الوضوء. راجع أي كتاب فقهي. خروج البول أو الغائط اتفاقا، خروج المذي والمني والودي إن شئت سميته الودي، وكذلك النوم المستغرق، وفي مسائل مختلف فيها. النوم المستغرق جاي من ناحيته برضه الإغماء وكده داخل فيه. شكرا. لم يرد حديث يا ورد المنى في أقصى مدة للنفاس، لم يرد حديث ثابت. وردت أحاديث تالفة كحديث أن أقصى مدة للنفاس 40 أو 60 يوما، وكلها ضعيفة لا تصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى أخبار حضرتك؟ خلاص يا عبد الرحمن الإعلان ده اتفضل. من حبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم حضرتك طيب. وأنت بألف صحة وألف عافية. كان عندي سؤال كده. تفضل. لو انا شفت مثلا باب في عماره كده وعجبني الشكل بتاعه، ينفع اصور واعمل واحد زيه للبيت عندي ولا لا؟ ما فيش مشكله. تمام جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. تفضل. الله يخليك. واحد بنته عايزه تتجوز واحد غصب عنه، فحلف على امها بالطلاق، قال لها لو هو هتتجوزه تبقى انت طالق مني. هو دلوقتي خلاص ما فيش مفر وهتتجوزه رغم عنه، بس هو لازم يبقى حاضر، بس هو مبصر على الجواز. فهل عليه كفاره ولا عليه حاجه؟ ممكن يكفر كفاره يمين. ايه يعني يعمل ايه؟ يطعم 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام. شكرا. الله يكرمك. وأنت بخير يا رويدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. كل سنة طيب بنسبة شهر رمضان المبارك. وأنت بألف صحة وألف سلامة يا أخي الكريم. حضرتك أنا اسمي ده كان عندي مسألة يعني بتاعت حضرتك تفتيني فيها. تفضل. في شركة تمام بتقدم خدمات يعني تقسيط وكده تمام، بس بضاعة يعني بتجيب، لو انا معايا محل مثلا سوبر ماركت وكده، فهي هتجيب لي بضاعة تقسطها لي، بس البضاعة دي سعرها اعلى من سعر السوق. يعني هتدعني مثلا لو انا هشتري مثلا حاجة ب 10,000، مش وقت هنا يا عبد الرحمن. هي هتدعني مثلا ب 11 مثلا او ب 12، وهتقسط لي نفس المبلغ ده مثلا على سنة أو سنة ونص أو سنتين على حسب يعني. فيها ربا. يعني ده ربا. نعم. تمام بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله يسلمك. خلاص يعني قال لنا عدة مرات إن في مسجد بيتبنى، فخلاص لكن ما يبقاش إعلان، لأن هنا الإعلانات
على التبرعات مش خطنا هنا يعني. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. لله كل عام وحضرتك بخير. وانت بألف عافية. الله يحفظك يا رب. اتفضل. والله يا شيخ أنا عندي سؤال وأتمنى حضرتك تفيدني فيه. اتفضل. أنا والدي رجل يعني قاسي القلب جدا. قاسي القلب جدا. بعد. ويعني تعامله معنا في الأسرة ومع إخوتي وأمي غير يعني مفوش رحمة ولا شفقة حتى في مصروف البيت. طيب ما كانش ينبغي أنك تشهر بنفسك كده وكان يجب على إما أن تعرض أو يكون الكلام على الهاتف الخاص، لكن ما السؤال إجمالا دون تفصيل. أنا والله حاولت أتصل على حضرتك على التليفون الخاص. هم ما السؤال إجمالا؟ السؤال يا شيخ أنا بحاول أن أنا أنصحه بس بخاف أن أنا أكون عاق بي وأنا بنصحه لأنه بيزعل مني أحيانا فأنا مش عارف أعمل إيه. ادعي له بالهداية، ادعو الله له بالهداية، وإن كان بإمكانك أن تسلط عليه رجلا صالحا فلا بأس. المشكلة يا شيخ يعني طب أنا ممكن أكلم حضرتك على التليفون الخاص لأن أنا حابب. ممكن ممكن إن شاء الله ما في بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا نعم. زوجي شيخ محترم جدا ومؤدب وبيصلي بس هو يا شيخ في عيب واحد بس إن هو ما بيرضاش يروح الشغل فأنا يا شيخ عايز أكمل معاه وأفضل ولا طيب يعني من أين ينفق على الأسرة؟ ما بيرضاش أنا اللي ساعات بنزل الناس بيساعدني في المسجد والكلام ده يعني أنت تتسولي في المسجد؟ عامل ايه ما هو مش بيت يعني وانا معايا 4 عيال لا ما ينفعش كده ما يكونش رجل قوي يجلس في البيت نايم وانت تذهبي تتسولي وتاخدي اموال الناس بالباطل انت تشتغلي شحاته وتتسولي في المساجد عامل ايه طب ايه قولي له قوم اشتغل بقول له كتير انا بقالي 10 سنين متجوزه يعني بقالك 10 سنين في المساجد تاخدي فلوس الناس وزوجك نايم ما يرضيش ربنا كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يسأل لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم ايه هاي اتقل لك كده يعني واحد باله جالس في البيت يأكل على أموال الناس بدون ملك حقه يوم يشتغل يشوف الشغل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته شيخ. نعم جزاكم الله خير. عندي سؤال هل من الممكن أنا أتصل بكم خاص لأن معي سؤال خاص؟ لا حرج يعني ينفع؟ ينفع لكن اذكري قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول. لا هذا موضوع لأن أنا أسلمت وأسرتي لا تعرف بالضبط أنا عينة لازم أخاص. ممكن ممكن لكن طيب. كيف أخذ رقمكم؟ إذا كنت من خارج مصر 0020 تمام 1 تمام 3 0 ثلاثة ماذا؟ 0000 تمام نعم 5333 5333 83 8-3 أتصل بكم متى؟ حاولي عدة مرات كده وإن شاء الله نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا جزاك الله خير. وياك تفضل. حضرتك أنا اشتريت جديين اللي هو ذكر المعز من حوالي 2 شهر علشان أعمل بهم عقيقة لابني. وفي خلال 2 دول سمنتهم لغايه ما كبروا وبقوا كويسين خالص يعني زادوا يعتبر الضعف. دلوقتي انا بفكر يعني ان اذبح واحد واخلي التاني اضحيه علشان مش ضامن الظروف الاقتصاديه هتسمح بالاضحيه ولا لا، هل ده جائز ولا مش جائز؟ عفوا ماذا كنت انت فعلت؟
انا اشتريت الجديين دول وسمنتهم من جيبهم من شهرين على اساس ان انا هعمل عقيقه لابني, وسمنت الاثنين دول وكبرتهم فلقيتهم دلوقتي كبروا. كنت نظرت كان نظرا عليك او لم يكن نظرا؟ لا النية ان انا هعمل عقيقه لكن مفيش نذر. وانت الان ماذا تريد ان تصنع؟ عاوز اذبح واحد للعقيقه واخلي واحد للاضحيه, يعني اجل واحد نذبحه في الاضحيه ان شاء الله. الأضحية أقوى كشعيرة من العقيقة. تمام. لكن العقيقة عن الولد تكون شاتان مكافئتان. تمام. شاتان مكافئتان يعني متماثلتان تقريبا, فليست بواجبة, إن وسع الله عليك فعلها. يعني حضرتك السميع ده غير جائز لو انا ذبحت واحد منهم دلوقتي للعقيقه واجلت واحد خليته اضحيه, هل السميع ده غير جائز؟ ما العقيقه لا تجزئ الان عن الصبي بشاة واحده الا اذا كنت تقول بعد مده ساذبح الكبش الاخر. تمام وضحت يا شيخنا. بارك الله فيك يا ام فهمي عويضه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل. انا شغال في مكتب بيقوم بخدمات محاسبية. طيب وبعد؟ وفي احد الشركاء في المكتب ده موظف في مكتب اخر. كويس وبعد؟ والمكتب الاخر ده بيشترط عليه في عقده ان هو ما يشتغلش اي شغل تاني. وبعد؟ هل انا عليا حرج ان انا اشتغل في المكتب ده؟ هل اخذ عليك عند العمل عهد الا تعمل وانت وافقت؟ يعني ايه؟ لا مش فاهم. طب اقعد سؤالك حتى افهمك. انا شغال في مكتب. ايوه. وفي احد الشركاء في أيوة؟ المكتب. نعم. واحد من اصحاب المكتب. نعم. ده شغال موظف في مكان اخر. ايوه. المكان الاخر ده بيشترط على احد الشركاء ده ان هو ما يشتغلش ما يكونش ليه اصلا مكتب. ايوه. ده بس المساله لا تخصه. انا علي حاجه علي حرج ان انا اشتغل. لا تخصك هذه المساله, تخص صاحب تخص زميلك هذا. طب سؤال ثاني, يعني انت فهمت هذه المساله لا تخصك؟ موظف عند, اصبر علي بس, هذه المساله لا تخصك, فهمت انها لا تخصك؟ لماذا يعني انا هي لا تخصني؟ طيب. خلاص لا تخصك, خلطت عليها, دعه هو يسال. سؤال اخر. انا ممكن يكون ليا مع الوقت في المكان ده فرصه ان انا ابقى شريك في المكتب. طيب هل انا ساعتها هيبقى عليا حرج برضو ان انا ابقى شريك مع احد؟ لا هو حاجه تخالف عقده, هو يتحمل اسم نفسه, لكن انا معليش حاجه. لا معليش حاجه. سؤال تاني سريع معلش. اتفضل. في مكان عملي بيكون مثلا صعب عليا ان انا انزل اصلي في المسجد, ممكن اصلي لوحدي ممكن اصلي جماعه مع الناس لو الناس توضت بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شخص يا شيخ بيعطي كورسات دلوقتي يعني بفلوس, وكان في فيديوهات ليه من السنة اللي فاتت مجاني, هل ينفع اسمع الفيديوهات دي؟ عيني سؤالك. في شخص يعني بيعطي كورسات بفلوس. أيوه. يعني الترم ده بس كان في فيديوهات ليه السنة اللي فاتت مجانية, ينفع اسمعها دلوقتي؟ ولا اسمعيها ينفع؟ ينفع فيديوهات السنة اللي فاتت, ينفع ما في مشكلة. يعني الفيديوهات اللي بيعملها دلوقتي غير بتاعت السنة اللي فاتت. ايوه ما كان السنة اللي فاتت مجانا. اسمعيها. تمام. الله يسلمك. عبد الرحمن خميس, في اختلاف في مواعيد الاذان, نمسك في اذان اخر عن الاذان الاول. الاذان الذي يراعي فيه المؤذن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو المعتمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. كان عندي سؤال, أنا بشتغل في تراخيص المباني وكده. تمام. فللأسف
كل موظف بمض منه للأسف يعني لازم أدله رشوة علشان خبر ينضي الورقة. هل عفوا هل أنت تأخذ حقك أو تأخذ غير حقك؟ أخذ حقي وورقة رسمية وكل حاجة. أيوة لكن على كل الموظف متعمد. على كل الله يحفظك لا تسمى هذه رشوة إنما لا. تسمى اسم حضرتك. أنا كنت من السنة فاتت عايز أشتغل. اصبر علي يا أخي. تفضل. اصبر علي. اعرف معنى الرشوة حتى ترى نفسك هل أنت راشي أو لست براشي. قد سمعت اسم غلط فيما يخصك أنت. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الذي تفعله أنت بالنسبة لك أنت تستنقذ حقك يعني حقك مغصوب. أنت تقول ولا يفعل لا يجاملك ولا يزور ولا يعني ورقك سليم وكل شيء ولكن معطله. فأنت بتدفع مالا لاسترداد حقك المسلوب. دفع المال لاسترداد الحق المسلوب ليس برشوة. هو الذي يتحمل الإثم. تمام. هو الذي يتحمل الإثم. دل على ذلك أن صهيبا الرومي رضي الله عنه أراد أن يهاجر فتبعه المشركون وكان معه أسهم فقال لأهل الشرك إن شئتم خليتم بيني وبين الهجرة ولي بمكة قينتان جاريتان ومن المال كذا وكذا فخذوه خذوا كل هذا وخلوا بيني وبين الهجرة وإلا أفرغت فيكم أسهمي هذه ولا تقتلوني حتى يكون منا الأسبق إلى القتل. فرضوا بأن يأخذوا أمواله مع أنه ليس لهم حق فيها مقابل تركه. فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن تنازل عن حقه وأمواله لهم فاستقبله النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فدفع الشخص مالا لاستنقاذ حقه المسلوب لا يكون رشوة. يعني واحد مثلا حرامي مثلا تسلط عليكم أخذ مبلغا فبدأتم تساومونه أو تساومون شخصا لاسترداد المال وتعطون مال من أجل استرداد أشيائكم لا بأس. تمام يا شيخنا. بس في نقطة هنا أنا مهندس يعني نائب عن صاحب الملك. لو صاحب البيت هو فعلا مضطر أما أنا بالنسبة لي ممكن أشتغل في حاجات تانية. لا ما خلاص ما أنت ما هي لا تسمى خلاص ما أنا أجبتك بما فيه كفاية يا أخي. أنا بالنسبة لي حتى لو نائب عن صاحب الملك عادي ما فيش مشكلة ما دام أجزنا لصاحب الملك سنجزها لمن ينوب عنه. تمام. الله يسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ في دلوقتي بنا بالقسط. ها؟ في يا شيخ سؤال هعرض عليك صيغة القسط وعايز أعرف فيها ربا ولا لا. ماشي. قعدنا مع المقاول وقال إن تكلفة البنا كامل هتكون 360 ألف جنيه. أيوه. قال إن إحنا هندفع 450 وهندفع مقدم والباقي على خمس سنين. ده فيها ربا ولا براءة؟ البيع الخمس سنين بفايدة ربوية ولا ايه بالضبط؟ لا يا شيخ ما هو احنا يا شيخ الاول هو قعدنا المبلغ كله انا بضرب 360 الف عشان القسط انا يخليه 450. ايوه لا يجوز هذا لا يجوز. هو لو قال اجمالا المنشأة هذه تتكلف مليون من حق أن يقول. ما هو قال إجمالا يا شيخ. لا مالش إجمالا مالش إجمالا. قال 300 ألف أو 350 وستدفعون 100 ألف زيادة من أجل التأخير وهو الذي يدعم بالمال. أيوه. أه لا. بس إحنا يعتبر إحنا هو اللي بيع لنا الحاجة. إذا قال إجمالا لا بأس تفصيل العجوز خلاص. يعني الحل دلوقتي. لا تدخل فيها الآن. نعم. لا تدخل فيها وأعط صياغة الاتفاق. السلام عليكم. قل إنها تزوجت من رجل توسمت فيه الصلاح
فوجدته بخيلا جدا ويدعو على عليها كثيرا ويكلم نساء في الهاتف وليس ليس لديه مقدرة على الباءة فهو أكبر منها ب25. قالت وتعبت لدرجة تأتيني شبه جلطة، ما نصحتك فارقي، إذا لم يؤتي الزواج أكله من الإعفاف فارقي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ مصطفى، اتفضل. جزاكم الله خيرا. إياكم. أمي توفيت يوم الخميس الماضي وكانت صائمة الله يرحمها، ولكن عندما حضرت وكشفت عن وجهها لقيت وجهها متغير. طيب، والميت يتغير دائما، هل الميت مثل، فهل ذلك دليل على سوء الخاتمة؟ لا لا لا، الميت دائما يتغير ليس كالحي. أمك كانت مصلية؟ أمي كانت من أهل الليل، من أهل القيام، من أهل الصيام. خلاص ما فيش إن شاء الله، علمتنا الدين. اطمئن عليها، اطمئن عليها. إيه؟ اطمئن على أمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا الفاضل. وحياك. أهلا وسهلا يا شيخ، عندي سؤال إذا سمحت. سأل تفضل. الله يجزاك خير. إمام يؤم الناس في الصلاة فقرأ الفاتحة بدون مدة ولا الضالين، فهل عليه شيء أو ينمي صلاة؟ الصلاة صحيحة. جزاكم الله. حياكم. بدون أن يمد ولا الضالين، المد الكافي يعني. السلام عليكم. صحة حديث ما من يوم إلا في ملكان ينزلان يقول أخدهم اللهم عطم ممسكا خلفا ويقول الأخر. السند صحيح، السند صحيح. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. سنده صحيح لكن راجع للل، راجع للل، ضروري تراجع للل. مرحبا يا شيخ هاني المنشاوي وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا يا شيخ لسه كنت بكلم حضرتك، أنا دلوقتي يا شيخ بسأل حضرتك لو أنا انفصلت حرام ولا حلال؟ أنت صاحبة البخيل؟ لا، انا اللي قلت لحضرتك ان زوجي ما بيرضاش يروح الشغل، ولو راح بيروح اسبوع او اسبوعين ويرجع يقعد تاني. لا انفصل عنه، انت بتعملي متسولة الان. زوجك؟ ايوه، وانا قلت لحضرتك وساعات انا اللي بنزل اشتغل دلوقتي. زوجك وظفك متسولة تروح المساجد وتاخذي من الناس الفلوس وهو نائم. ايوه ما بيرضاش ينزل. ليس بمريض وعشر سنوات على هذا وانت تتسولي وهو نائم. ايوه يا شيخ ما بيرضاش ينزل. خلاص لا، كان اهلي ساعات بيساعدوني وساعات اهله بيساعدوني. ارجع لاهلك. دلوقتي ما حدش راضي يساعدني. ارجع لاهلك، لو مكانهم لن اساعدك اصلا. ايه؟ لو مكان اهلك لن اساعدك. ايوه. وانا دلوقتي بقى يا شيخ هم بيقولوا لو اتفصلتي احنا كده كده هنبقى معاكي، لكن لو فضلتي معاكي كده احنا مش حدش هيساعدك وما هيساعدك. خلاص انفصلي. ماشي يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ حكم غيبة الكافر. لا بأس. شكرا. لأن النبي قال ذكرك أخاك بما يكره، وهذا ليس بأخ لنا. تحذير منه مطلب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت أريد رقمك الخاص للاستفسار عن شيء ضروري من مصر. 0-1-5-3-3-8-3. أشكرك شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا معالي الفارسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شكرا يا شيخ. طيب والله الحمد. الله يديك الصحة والعافية. إياكم. بص حضرتك يا شيخ كنت بسأل على الاعتكاف،
هل لي مدة معينة يعني أقل مدة الاعتكاف؟ الوارد يوم أو ليلة. قول عمر: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. خلاص تمام. يعني يوم أو ليلة؟ يوم أو ليلة. النهار كامل أو الليل كامل؟ نعم، النهار كامل أو الليل كامل؟ ده أقل ما ورد من ناحية الأثر، لكن لغة يقول العلماء الاعتكاف طول المكث غير تحديد، المكث الطويل. منه قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. الاعتكاف طول المكث، فعليه إنه عند بعض العلماء إنه 5 ساعات ماكث في المسجد أو 10 ساعات أو 7 ساعات، قالوا هذا يسمى اعتكاف أيضا. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. شيخ، أنا لما في عندنا الإمام في سجد الجمعة يقرأ الآيات اللي فيها السجدة فقط، أنا هل علي شيء؟ ليس عليه الصلاة، ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لأن الله قال: فاقرأوا ما تيسر منه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل بخصوص مجال العمل، لو إذا كان يستدعي إنه حد من العملاء إن هم ياخدوا هدايا أو أجندات أو هدايا عموما أكبر من كده، هل ده حرام أو حلال؟ أنت موظفة؟ أيوة. هل هذه الهدايا التي يؤتى بها في رمضان وغيره تؤثر على قراراتك كموظفة وتؤثر على سلامة عملك أو لا تؤثر؟ هو علي أنا مش بتؤثر، بس هو ممكن يعني قرار تؤثر على قراره هو إن هو يشتري من الشركة بتاعتنا أو من شركة تانية. لا، أنا أسأل سؤالا: هل أنت في مركز في عملك تتخذين قرارا بحيث لو أنك أكرمتي تسهلي للمهدي إليك الهدية، أو ممكن تعرقليها له أو لا؟ لا، أنا اللي بأهدي الهدية فضيلة الشيخ، مش أنا اللي بيهدى إلي. أنت بتهدي الهدية ما شأنك أنت؟ عفوا، ماذا تعملين مثلا؟ أنا مهندسة. ماذا تهدي الهدية ليه؟ المفروض المهندسة المتبعة، يعني عفوا، إن المهندسة اللي بتأخذ هدايا حتى تتغاضى للمقاولين عن الخطأ، ولا أنت المهندسة تبع المقاولين؟ تبع المقاولين بالضبط. من اللي بيعطيك الهدية؟ بتهدي لمن الهدية؟ للموظف؟ بالضبط. تهدي الهدية لماذا؟ سؤال. بتبقى هدية تبع الشركة، وأنا رايحة في الزيارة الأولانية مش أكتر، هي بتبقى واجهة للشركة. هدايا خفيفة فقط، ولا هدايا تؤثر على اتخاذ القرار؟ يعني الهدية التي تهديها أنت تجعل الشركة توافق عليكم كشركة، ولا شيء معروف في رمضان لا يؤثر على القرارات؟ قلم صراحة ساعات بتكون هدايا بتؤثر على القرار، لأنه هو أنا لو ما عملتش كده غير، يعني هو مش هتمشي غير كده. لا، إذا كانت هدايا تؤثر على القرار فحرام ورشوة. إذا كانت هدايا مثلا أنت مهندسة مع المقاول وتقدمتم بعطاء لتنفيذ مشروع معين، والمسؤول كي يوافق لكم على المشروع لازم تدي له مثلا جنيه ذهب هدية مثلا، هذا حرام ولا يجوز. لكن الهدايا الخفيفة لا، أسلوبه مش بيمشيها غير كده، مش هياخد، مش هيدي مشروع لحد. والله لا أستطيع، لا أستطيع أن أجوزها لك يا أختي، الله يحفظك. يا مهندسة لا تفعلي ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. يا حبيب الأمي. طيب الحمد لله. عندي سؤال يا عم الشيخ. تفضل. أنا شغال في التسويق الإلكتروني، وعندي باعة وبسوقها على النت وببيعها. ذلك الذي يقولون عنه كيونت؟ لا، تسويق
اسود عادي، انا عندي بضاعه حقيقيه وببيعها عادي معايا شركه شحن وبوصلها للناس. ما المراد بالتسويق الالكتروني من وجهه نظرك؟ زي التسويق العادي بس انا بعمل اعلاناتي على الفيسبوك. عندي اعلانات. المشكله يعني، طب المشكله ما المشكله؟ المشكله ان انا متفق مع شركه الشحن اللي بتشحنني ان المندوب اول ما يوصل للعميل يخلي العميل يفتح الاوردر ويعاين ويقيس ويشوف الخامه والمقاس وكل حاجه قبل ما يدفع اي جنيه. طيب شيء طيب، هذا طيب. في بعض العملاء ممكن ما يعاينش، ياخد الاوردر ويروح البيت ويجي يفتح ويقول له الخامه ما عجبتنيش. فانا ما برضاش ارجع اعمل له عمليه استرجاع ان هو بيخسر عليا 100 جنيه الاوردر الواحد. هل عندي ذنب؟ انت الان تسوق على الفيسبوك. ايوه. وانا اجبت بشيء، قلت لك ارسل لي هذا الشيء. تمام. الفيسبوك هذا ليس بوسيله كافيه لتعيين السلعه الا اذا كانت السلعه معروفه مشهوره، مثلا قدر ضاغط مثلا حجمه 8 لتر. تمام. مادته ستانلس تركي معروف لدى الجميع مثلا. فأنا قلت لك أرسل لي هذا. تمام. خلاص السلعة في حكم المعاينة تعينا كاملا لا بأس كده، لكن سلعة لا أعرفها قماش، أنت مولن عن قماش. مزبوط. الصورة لا تعطيني الحقيقة، حقيقة القماش. تمام. فجاءني القماش كنت أظنه قوي وجدته خفيف. تمام. لازم تخيرني بعد الرؤية. لازم. تمام. تخيرني بعد الرؤية، فأنت ماذا تصنع؟ أنا بخلي المندوب أيوة يخير العميل ويشوف الخامة قبل ما يدفع، عجبته ياخدها، ما عجبتهوش يرجعها خلاص. لا بأس. تمام، بس هو في ناس ما بتعينش، بتستلم الحاجة وتيجي تطلع وتمشي. أتفاجأ بعد كده مثلا إن هو بيقول لي لا الخامة ما عجبتنيش وأنا عاوز أرجعها. لا، أنت بالخيار، لأن ما دام تم البيع بناء على المعاينة فليس له أن يلزمك بالرجوع. إن وافقت أنت على رجوع وافقت، ما وافقت لا تلزم. بارك الله فيك يا عم شيخ. وياكم. مرحبا يا دكتور عبد الغني أبو ليلى، حفظك الله تعالى وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كل عام وأنتم بخير. وانت طيب وبعافية. بعد اذنك، انا كان مرة كنت راكب مع اختي القطر درجة تانية مكيفة. تمام. نعم. بعدها الكمساري جي قال الدرجة الاولى فيها اماكن فاضية. ايه. رحت انا واختي قعدنا فيها، فهل علي اذن؟ خلاص هو اللي رشح لك، خلاص ما تدققش في هذه المسألة. طيب تمام شكرا. طب بعد اذنك، هل هو يسمح له يوزن له في ذلك او لا يوزن؟ ترجع ليه بينه من الله سبحانه. تمام. طب بعد اذنك سؤال تاني يا شيخ. تفضل. انا والدي بيطلع زكاة الفطر مال، وانا بدأت اعرف ان هو ما ينفعش مال وكده من رمضان قبل. طيب طيب. فهل يعني مثلا لا تخرجها مالا بعد ذلك، معاف الله عما سلف. تمام. ومن رمضان دوت انا اخلي بالي واطلعها بعد كده من غير مش مال يعني. ان شاء الله. ورمضان الاثنين اللي فات دول عادي، معاف الله عما سلف. تمام شكرا. الله يسلمك. العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله نعم، أنا كنت عايز أسأل في حاجة بس ما أعلم أتتذاع ولا ما ينفع تتذاع. لا هي مذاعة الآن، كل يسمع. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي مصيبة؟ إذا لا تحكيها. أحاول أكون يعني. لا، ما أنت استرجعت إنها مصيبة إذا أعلنت، فلا تشاهر بنفسك إذا. والله ما بعرف اوصل لك بالهدوء يعني، فانا تعبت قبل ما اوصل يعني. اخشى ارفع السماعه ايضا، الصوت يسمع ايضا. انت حر، تحب ارفع السماعه دقيقه ونخلص، والا تتصل بالهاتف الخاص. طيب اعرف الهاتف الخاص ازاي؟ صفر الف. تعرف تكتب الالف؟ ايوه. كم صفر؟ نعم زر الف. كم صفر كتبت؟ ثلاثة أصفار. ماشي حسن. خمسة. خمسة. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. ثلاثة عم ثلاثة. تمام. ثمانية ثلاثة.
ثانية. جزاك الله خير. وياك يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ والحمد لله طيب. شيخنا انا لو كنت انا في طالب في كلية، وبعد ساعات قبل ما بخش اصلي الظهر بتمشى كده ادعو الشباب يخشوا يصلوا، فباخر مثلا الصلاة ان انا اصلي جماعة اولى، ممكن اصلي جماعة تانية او في اخر الجماعة الاولى. لا صح ولا لا؟ اسبق انا اخش الجماعة الاولى، اسبق الجماعة الاولى او بكر بكر. وانا ما بقى عايز اناديهم عشان يخشوا على المسجد على طول. لا خلا انت لا تحرم نفسك من الخير. تمام ماشي. السؤال تاني بعد اذنك يا شيخ. نعم. لو في حد قريب عايز المواد العلميه، مواد علميه معينه كده في الكليه عندنا بحيث انه يشرحها دي للطلاب، هل يجوز لي ان انا ادي المواد العلميه دي؟ مواد علميه ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا ماده مثلا عندنا الطلاب ما بيفهموهاش، فهو ياخد الماده دي مني ويشرحها لهم، هل يجوز لي ان انا ادي له بديفات الماده دي؟ المشكلة يعني. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. يا حضرتك. والله بخير والحمد لله، في نعم من الله. الله لك الحمد. وحضرتك ان شاء الله تسافر ان شاء الله السعوديه في العمره ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حضرتك لو احنا هناك ان شاء الله نتقابل مع حضرتك في دروس علم وكده، تبقى متواجد في مكان معين ولا؟ ان شاء الله تواجد في مكان معين ان شاء الله، في الطابق الثاني امام توسعه الملك فهد. الباب رقم كم؟ الطابق الثاني امام توسعه الملك فهد. بس خلاص كفايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الحمد لله. على حضرتك بخير. طيب ولله الحمد. بفضل الله بخير. شيخ انا صاحب مكتب التصوير مستندات، وبحكم ان يعني انا بصور الكتب الخارجيه اللي بتجيلي من الطلبه بتجيلي، طبعا الكتب غاليه والطلبه بيصوروا الكتب الخارجيه، كان زمان اصور كتاب او اتنين، انما بعد غلو الاسعار اصبحت الناس بتجيلي باعداد كبيره جدا بتصور الكتب الخارجيه. والكتاب طبعا في ثانوية عامة لو طالب ثانوية عامة بيكون الكتاب عامل 100 جنيه في المادة الواحدة، وبيصوروا عندي ب30 أو ب40 جنيه. وطبعا بيجي لي أعداد كبيرة جدا، ممكن 100 أو 200 طالب، وطبعا تصويري للكتب دي بيوقع ضرر على أصحاب الكتاب نفسه. صح. وفي نفس الوقت الناس أولياء الأمور يقول إحنا مش قادرين نشتري الكتاب. فانا ببقى في وضع مش عارف اصور او ما اصورش. مكتوب على الكتاب حقوق الطبع محفوظه؟ مكتوب على الكتاب، هو كتاب الاضواء وكتاب الامتحان وكتاب يعني كتب كتير بقى، يعني طالب ثانويه عامه في ثالثه ثانوي بيبقى عنده في الماده الواحده ممكن يجيب 3 كتب او 4 كتب في الماده الواحده، يعني الماده الواحده ممكن تكلفه 300 جنيه، في حين انه لو صور الكتب دي بره عندي انا في المكتبه هيصورها مثلا ب 100 جنيه. لا انصحك في هذا العمل. نعم لا انصحك، عملك يتحول تجاري وتكون سارق في هذه الحال. يعني ما صورش لانك ما صورش، هتظلم المكتبه التي تنشر الكتاب وتظلم المؤلف. نعم جزاكم الله خير. نسخه واحده مثلا تجوز، ان انت اصبحت الان لا ما انا اصبحت دار نشر الاول بصور نسخه واحده، انما دلوقتي الناس بتجيلي بسبب غلو الاسعار الناس بتجيلي بكميات كبيرة جدا. لا استطيع ان اقول لك. ماشي ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ طيب الحمد لله. سمعت يا شيخ، هو لو انا يعني معايا موتوسيكل مثلا، بس الموتوسيكل رخصته منتهية، ايه معايش رخصة قيادة، بس مثلا ايه بروح بيها في بتمشى في حدود القرية مثلا، ما بخرجش وكده حرم ولا حاجة يعني. طيب كده معذرة معذرة. أنا معايا موتوسيكل. أيوة. رخصته منتهية. أيوة. وأنا معيش رخصة قيادة، بس يعني الحمد لله بسوق يعني. لا تسوقه، لا لا تقوده. لأن لازم تسوق يعني، لأن ممكن تضر شخصا. الموتوسيكل غير مرخص. أيوة أنا بسوق.
الموتوسيكل غير مرخص وانت ليس معك رخصة، لا نستطيع ان نفتيك بالقيادة تقتل شخصا ونحن الذين نتحمل، خذ الرخصة ورخص الموتوسيكل وبعد ذلك قده. ممكن تخطأ، ممكن لو افتينا بالجواز واحد يسمعني يذهب يخطف بنت من البنات، لا موتوسيكل مرخص ولا مع رخصة، لا ما ينفع كده، لا تفعل. حديث لا يجتمع قاتل كافر وقاتله في النار أبدا، هذا الحديث حسن الإسناد وهو في صحيح مسلم، وطبعا له فقه بلا شك. لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا لهذه العلة، لكن ممكن افترض ان الـ ان الـ ان القاتل الكافر قتل مسلمين، هل تشفع له قتلته للكافر؟ لا، ممكن يعاقب، يعني السند يحسن، لكن كفقه لابد من النظر في فقه الخبر. نعم يا عبد الرحمن، الوقت بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك عملا صالحا، اللهم إنا نسألك خلقا حسنا، ونسألك عملا صالحا وقولا طيبا ونوايا خالصة يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بالسمع والطاعة لك يا رب العالمين، من علينا بصلاحنا وصلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا وصلاح المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم من علينا بالرزق الحلال الطيب الواسع يا رب العالمين. اللهم من علينا يا ربنا بمواصلة الدعوة إليك يا رب، ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من علينا بالعافية في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح لنا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم بلغنا رمضان على خير، واجعل هلاله هلال خير ورشد وبركة وإيمان وأمن علينا وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم اجعله هلال خير وبركة ورشد علينا وعلى المسلمين وعلى المسلمات يا رب العالمين. اللهم إن على صيام رمضان وقيامه والعمل فيه بما يرضيك، وجنبنا يا رب الفسق والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ولا تجعل يا رب أبدا في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو يجهل أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.